ازيكم؟ ما هو مستقبل العالم؟ وفين العرب من الموضوع؟ شوف يا باشا، احنا اتكلمنا كتير قبل كل الناس، وانا عملت فيديو في اليوتيوب وفيديوهات كتيرة جدا عن الاقتصاد والكلام ده. انا ما يهمنيش بقى مستقبل العالم من اي اتجاه سوى الاقتصاد، وان الناس تلاقي تاكل وتشرب. لو روسيا بنت العرس فتحت تصدير الحبوب، وامريكا بنت العرس برضو سابتها تصدر الحبوب، على الاقل موضوع الاكل والشرب وازمة الغذاء ده ممكن نلمه شوية. لو بوتين عرف يستخدم سلاح الغاز في انه ينهي صادرات السلاح لاوكرانيا ويهد الحرب والعالم يهدى، اتمنى. انما مش معقولة العالم هيهدى في اوكرانيا ويشعلل في تايوان، يعني مش معقولة. اتمنى من الرئيس ابن الحرام تشي جين بينج انه ما يدخلش تايوان، اتمنى. واتمنى برضو من امريكا بنت الحرام انها تبطل تصعيد في تايوان، لان العالم مش مستحمل ابدا. يعني العالم فيه اللي مكفيه، العالم ديك ام العالم فيه اللي مكفيه، خلاص. اوروبا دي كل سنة وانت طيب. يعني كم سيحتاج العالم للتعافي والتشافي، او انه فيه مزيد من التفاقم ومزيد من الانحدار ومزيد من الاضمحلال ومزيد من استفحال المشكله؟ ما هو يعني انت فاهم، انت ما بتتكلمش بقى عن الدول النفطيه، ودوله زي لبنان دي كيف هتعيش؟ الاردن عندها عجز في الميزانيه، مصر عندها ديون كتيره الى ما لا نهايه، وعندها عجز في الميزانيه الى ما لا نهايه، حدث ولا حرج. السودان معروفه، افريقيا دي كلها على بعضها دول معرصه ما عدا جنوب افريقيا من دول الجي 20. اوروبا تئن تحت وطأة الغاز وما الغاز، والاسعار عندهم دبل الدبل، واستقالت بوريس جونسون، واستقالت ايطاليا بالراجل بتاع ايطاليا، واستقالت مش عارف مين ومين ومين ومين. طب وبعدين يا جدعان، ما هو مستقبل العالم في ظل الحرب بنت العرس اللي احنا فيها دي؟ طب وبعدين، هل بالفعل العالم هيبقى متعدد الاقطاب والكلام الفاضي ده؟ هو اليابان ممكن ترجع، الهند هترجع، الصين كده كده اصلا شغاله، روسيا دي دوله الله يهديها ظلمت نفسها، روسيا اتجمد لها فلوس كتير قوي واتفرض عليها عقوبات كتير قوي، العقوبات دي هتاثر عليها على المدى البعيد. يعني احنا في 2022، يمكن لو العقوبات دي فضلت زي ما هي كده لحد 2030 روسيا ده تتفكك، روسيا دي اللي هي روسيا ده تتفكك، لان هيبقى في مشاكل كده أو مش هتتفكك، يعني خلاص اقتصادها ينكمش، اقتصادها ينكمش بشكل وسخ. هي ممكن تبقى، وممكن بوتين ده يموت ويجي مكانه واحد تاني، معرفش بوتين ده يموت سنة كام ويجي مكانه واحد تاني، ويمشي بنفس السياسة وبيلعبوا نفس السياسة الخارجية. بس طب وبعدين؟ طيب يا جدعان، يعني وبعدين في التأزم اللي احنا فيه ده؟ احنا كده شغالين في الحرب العالمية الثالثة بالوكالة، سلاح أمريكي غرب أوروبي من اوروبا ومن امريكا ومن كل مكان ضد السلاح الروسي، حرب روسية اوكرانية هي حرب روسية غربية بالوكالة، او حرب روسية امريكية بالوكالة، او حرب عالمية ثالثة بالوكالة. طب وبعدين؟ انت 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 دلوقتي خليت قطبين العالم بيفشخوا في بعض. طب ده من اتجاه مستقبل اوروبا، وامريكا هتفضل ترفع في اسعار الفايدة لحد 4%، يا دين امي يا جدعان. ده معناه ان مزيد من افلاس الدول الناشئة، مزيد من افلاس الدول الناشئة او الدول النامية، زي مصر، زي تركيا، زي الدول اللي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة بقى احنا هنروح فين؟ يعني مصر دي مستقبلها فين؟ مش عارف. الاردن دي مستقبلها فين؟ الاردن دي لازم تعوم الدينار الزفت الاردن اللي عندها. في دول كتير يا راجل شغاله في سياسه ماليه غلط، في دول كتير شغاله في سياسه ماليه غلط، وفي دول كتير هتتفشخ. انا ما بتكلمش من فراغ. هل الصين هتلحق تعمل الرؤيه بتاعتها، الصين 2049 بعد مرور قرن 100 عام، هل الحرب العالميه الثالثه هتفضل قاعده لحد 2049 وما تحصلش؟ انا اتمنى ان ما يبقاش فيها حرب زج عالميه ثالثه، واتمنى ان عبد الشيطان اللي بيحكم امريكا اولاد الحرام يسيبوا الناس تاكل عيش. انا ما اعرفش ما هي خطط المتنورون الماسونيه العالميه الصهيونيه الامبرياليه البتنجانيه الديمقراطيه الليبراليه الغربيه العلمانيه، انا ما اعرفش ايه خططه، ما هي خطط الصهيونيه الماسونيه العالميه، انا ما اعرفش ايه خططه، الاحلام الامريكانيه، انا ما اعرفش بيخططوا ليه بصراحه. بس انت لازم عشان تفهم، هتفهم بقى حاجات كتير، هتفهم مصالح لوبي شركات النفط، ومصالح لوبي شركات النفط وشركات الغاز، ومصالح
ومصالح شركات السلاح، ومصالح لوبي الاقتصاد العالمي، ومصالح لوبي الذهب، ومصالح لوبي الدولار وبنك الاحتياط الفدرالي او العائلات الغنية اللي بتطبع الدولار وبتسلفه لامريكا. يجب ان يعني ان تضمن ان امريكا هترجع لها الدولار. ده من اتجاه. من اتجاه اخر، مستقبل الدولار كيف؟ مستقبل الصين كيف؟ لو امريكا بنت الحرام فرضت عقوبات على الصين زي اللي فرضتها على روسيا، طب امال العالم هياكل ويشرب منين؟ امال العالم هيصنع ازاي؟ لا، لو كل البضائع الصينية محدش اشتراها، امال الصين ده هتعيش ازاي؟ هي دولة قائمة على التصدير. انا ما اعرفش، انا مش عارف العالم المنيوك، كوكب المنيوك اللي احنا فيه ده لوين رايح بصراحة. يعني الواحد يعني بيقعد كده احيانا يقعد يفكر في دين العالم ده ودين حكام العالم، الواحد بيتعجب وبيستغرب بصراحة يعني. فاحنا مش عارف العالم رايح لمزيد من التصعيد والصدام. الله يلعنك يا امريكا لو استفزت الصين، الله يلعنك الشمك يا صين لو دخلت تايوان، الله يلعن ابوكم يا العالم يا كوكب نجز وحكام عالم انجاز، الله يلعن ابوكم لو صعدتوا الموضوع اكتر من كده يا ولاد الكلب. يا اخي الارض فيها اللي مكفيها، محدش عارف الدنيا دي رايحه فين. يعني نانسي بيلوسي بنت الشرموطه، قمر العقرب، المره بنت الحرام دي، والله مره بنت حرام، مره نجسه، رايحه تزور تايوان وبتستفز امريكا. ايه اللي عن دينك يا مره؟ ايه اللي عن دينك يا مره؟ ما ادري ايه المره دي تبغى. العجوز الشمطاء بنت الحرام، مره مريضه، المره دي محتاجه اللي محتاجه خمسه يغتصبوها بنت الحرام دي عشان تفك نشرها. انا ما ادري، ما تدري حكام العالم دول ايش يبغون بالظبط يعني طب وبعدين؟ وبعدين بقى يا عم محمد، وبعدين ولا قبلين يا عم محمد، ولا قبلين يا عم. أزمة الغذاء لو اتحلت، مستحيل أوروبا تأمن لروسيا، ومستحيل روسيا تأمن لبوتين، ومستحيل ده ما عادش فيه ثقة، خلاص انهارت الثقة تماما. كله بقت بيشك في صوابعه دلوقتي، كله بقت بيشك في مكوته دلوقتي، ما عاد حد يثق في حد، لا بوتين يثق في روسيا، قصدي لا بوتين يثق في زفت اوروبا، ولا اوروبا تثق في بوتين، ولا امريكا تثق في اوروبا، ولا اوروبا تثق، ما فيش حد بيثق في حد. بس امريكا عايشه الوهم ان هي اللي هتقود العالم، وان هي السيده اللي يعني لو غزيت اوكرانيا او يا صين دخلت تايوان هنفرض عليكم عقوبات بس احنا مش هنتاثر. طب هم متاثرين، طب انتوا ما تاثرتوش، طب بقيه العالم ذنبه ايه؟ ذنب بقيه العالم يا راجل؟ يعني دي قصه طويله. ازيكم، المستقبل بين التهدئه والتصعيد واعاده التموضع والانسحاب والتفاوض والمشاركة على حكم العالم. عنوان طويل، انا عارف انه عنوان طويل، احنا هنكمل الفيديو بقى بتاع امبارح ده. شوف باختصار، مستقبل العالم هو يعني مش مفهوم قوي، خاصة في ان في الحرب ما بين صربيا وكوسوفو، وصربيا دي مهمة قوي لانه حصل منها او فيها او بدايتها كده الحرب العالمية الاولى. فصربيا دي دولة بنت حرام، لما اتخانقت مع الامبراطوريه النمساويه المجريه ضد صربيا اتفشخت الامبراطوريه النمساويه المجريه واتبهدلت، ودخلت روسيا عشان تدعم صربيا، ودخلت مش عارف مين كده عشان تدعم، ودخلت المانيا عشان تدعم الامبراطوريه النمساويه المجريه، وقامت الحرب العالميه الاولى بسبب هذا الموضوع يعني. ف يعني ما تفهمش، هل هم ناويين يصعدوا يعني صربيا تدخل تاخد كوسوفو، وصربيا تدخل تاخد الجبل الاسود، وصربيا تدخل تاخد مقدونيا، وصربيا تدخل تاخد الجبل الاسود ومقدونيا وكوسوفو، وتدخل تاخد بالمره كمان البوسنه والهرسك كده؟ هنعمل احياء الاحلام الامبراطوريه واعاده التموضع، ولا هو كده بس كده يعني انا بجهز نفسي وباخد بالسلاح عشان اضم العالم كله تجاهي، ولا ايش القصه بالظبط؟ ما حدش فاهم. واستنفار الناتو، النيتو ده بيستنفر عشان يخش يدعم بقى، هي كده يعني، يصير صربيا مدعومة من روسيا، ويصير كوسوفو مدعومة من النيتو، وتبتدي حرب باردة بالوكالة، حرب تاني عالمية تالتة باردة بالوكالة برضو، يعني في مكان جديد غير اوكرانيا، ساحة حرب جديدة، وبعدين يجي صف حروبهم هنا تاني في روسيا. طب وبعدين؟
وبعدين يروحوا يصفوا يعني حساباتهم تاني في الصين. المشكلة في الصين بقى نانسي بيلوسي بنت الحرام، برج الحمل، الله يلعن برج الحمل من برج، واللي عندها قمر العقرب برضه الله يلعن قمر العقرب، يعني عندها الشمس في بيت المريخ والقمر في بيت المريخ، رايحة في تايوان. طب وبعدين؟ وبعدين مستقبل العالم رايح فين؟ بقول لك احنا الاتحاد الاوروبي وامريكا مستعدين لفرض عقوبات على الصين، الصين مصنع العالم، الصين لو توقفت عن التصنيع خلاص شلل في الاقتصاد العالمي، شلل، ركود الى ما لا نهايه، وتضخم الى ما لا نهايه، الركود التضخمي يزداد بشكل، سيزداد بشكل لا يتخيله عقل بشر، والاسعار هتنط 15 16 17 18 مره بشكل لا يتخيله احد، لا عوده الى الماضي، لا عودة لما قبل الكورونا، لا عودة لا ان يبقى في حق ان الدولار يبقى هو عملة العملة. لن تسكت الصين حتى تجعل اليوان عملة، عملة عالمية، ولن تسكت امريكا ان هي تزيح الصين من على عرش العالم الا لما تزيح الصين من على عرش العالم وتحجم الصين. الصين بتقول لك 2049 رؤية الصين انا هكون اقوى دولة في العالم، وانا يما هنا يما هناك، وطريق الحرير عشان تسريع بيع البضائع الصينية، وعشان اسيطر على ممرات التجارة. يعني هي هتصير تسيطر على ممرات التجارة، وعندها شبكة مواني، وعندها شبكة طرق، وهتصرف البضائع بتاعتها في العالم كله، وهتحتل العالم كله، كل الطرق بتاع الصين، كل القطارات بتاع الصين، كل المواني بتاع الصين، كل المطارات بتاع الصين، طب والمصانع بتاع الصين. طب احنا ما عندناش حاجه بقى كده، ما عندنا، هتاخدنا عبيد بقى، الصين هتاخدنا عبيد عندها خلاص. الفتره الجايه الصين هتخش تستعبدنا، هتستعبدنا استعباد ابن حرام، وامريكا بتستعبدنا بالديون، الصين بتستعبدنا بالمنتجات وغزو الاسواق بالمنتجات بتاعتها، كله داخل، ده داخل يفشخك وده داخل يفشخك، واحنا العرب والافارقه قاعدين زي الكنافه. طب وبعدين يا ابن عمي؟ وبعدين هل ستسمح امريكا للصين ان هي تستمر قوية او تشاركها في قيادة العالم؟ لا، لا تثق روسيا في الصين، ولا تثق الصين في روسيا، ولا تثق امريكا في الصين، ولا تثق الصين في امريكا، محدش بيثق في حد، ضاعت الثقة ما بين حكام العالم. وبعدين مستقبل العالم، مستقبل منطقة البلقان، كوسوفو ومقدونيا والصرب وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومش عارف سلوفينيا ومين 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 ومين، كل ده كده الحتة دي فيها دول لسه ما دخلتش الناتو، هي مش دول، هي حتت كده صغنطوطة بس روسيا عايزة تتوسع فيها، فقالت لصربيا خش يا صربيا يا أختي والنبي العبي في الحتة اللي هناك دي قبل ما أخلص بس أنا من أوكرانيا وبجيلك. الشتاء جاي، winter is coming، تفهم اللي هو ايه؟ صراع العروش لما كان الشتاء قادم. فحسب المسلسل بتاع صراع العروش، انا ما اعرفش المسلسل ده كان سنه كم او ابتدى الحلقات بتاعته سنه كم، بس هو بيعبر عن حرب الوردتين اللي حصل تقريبا في بريطانيا، هنري الرابع ومش عارف مين وريتشارد يورك والكلام ده، بدور عن حرب الوردتين. بس هو هنا يبدو ان صراع ما بين الصين وروسيا في اتجاه، وما بين امريكا والاتحاد الاوروبي في الاتجاه. الاتحاد الاوروبي ده تحت رحمة انابيب الغاز بتاع روسيا، والشتاء is coming، winter is coming، خلاص يعني اوروبا كده الى مزيد من التضخم، واليورو بيقع الى مزيد من ان اليورو عمال يقع. طب وبعدين يا جدعان؟ طب وليه؟ ليه امريكا دي عبدة الشيطان اللي بيحكموها الماسونية المتنورون، عبيد الدجال، يعني دول خلاص هم بيهيئوا العالم لقدوم الدجال. الكلام بتاع الماسونية طلع صح، اللي احنا ما كناش بنصدقه طلع صح، وان هم بيبعتوا رسائل واشارات وشفرات في الافلام والمسلسلات بتاعتهم، الكلام ده صح، الكلام ده 100% صح، كل نظريات المؤامرة طلعت صح، احنا ما كناش بنصدقها، انا ما كنتش بصدق نظريات المؤامرة، وهرجع انا اتكلم عن نظريات المؤامرة والماسونية والكلام ده. ومين اول ابتدى، هعمل فيديو عن الموضوع ده من بدايته لنهايته، يعني من منذ ان ابتدى في السوشيال ميديا ومين والكلام ده كله. طب وبعدين يا جماعه؟ طب وبعدين يا جدعان؟ يعني انتوا لو فرضتوا عقوبات على الصين انت هتشلوا العالم حرفيا، وبعدين هيحصل قطيعه ما بين الصين وروسيا في اتجاه، وما يعني خلاص ينقسم العالم الى معسكرين زي ما انا كنت بقول في الفيديوهات بتاعتي، معسكر شرقي ومعسكر غربي، صرف صريح واضح لا لبس فيه، يا تكون يا شرقي يا غربي. موضوع انك تقعد على الحياد لفتره طويله هيكون صعب، وهيكون اختبار وامتحان وبلاء على اي شخص عايش في الزمن ده.
كل اللي احنا قاعدين نشوفه ده هو فعلا صراع العروش. الحرب العالمية الثالثة فعلا هو صراع العروش، عرش روسيا وعرش الاتحاد الاوروبي الناتو وعرش امريكا اللي هي مع الاتحاد، اللي هي ورط الاتحاد الاوروبي اصلا، وبريطانيا بنت الحرام جزيرة الشيطان برضو، والصين من جهة، ويعني يعني الصين هي امريكا حتى نقرها من نقر الصين نقرها مرة، لأن الصين خلاص داخلة إن اقتصادها هيكون ربع اقتصاد الكوكب، يعني يعني تكاد تكون أمريكا نص اقتصاد، ربع اقتصاد الكوكب، والصين الربع الثاني. طب وبعدين؟ لن تسمح أمريكا بذلك، لن تسمح أمريكا باستمرارية صعود الصين، وبتقول لك يجب على أمريكا أن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة. ده عند أمك، لن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة، وهتفضل كده التطاحن ده موجود لحد ما يقضي الله أمرا كان مفعولا بقى، لحد ما ربنا ياخدنا هنعمل ايه طيب؟